الولائية هي 51,000، والآن الملفات المسددة وأنتم 4998 والتحضيري 434 547 أستاذ بنت حال مدرسية في درع ريش راهي بستان. خارج المؤسسة من مساهمة البلديات وزارة الضامن بقيمة فوق 26 مليون دينار جزائري. وكنا البارحة وجهنا إعانة مالية للفدرالية الوطنية لأعمال المدرسين المكملة لاقتناء نظارة طبية وسماعات بقيمة 3 ملايين دينار جزائري على طبق ميزانية الولاية. جمدنا 129 حافلة لتغطية 38 خط. المطاعم المدرسية يعني جاهزة ب 237 مدرسة ابتدائية على مجموع 249، يعني بقات لنا تقريبا 12 المدرسة اللي توفر فيها المطاعم المدرسية، وحنلقاو الحل إن شاء الله. التدفئة مضمونة يعني في كل المؤسسات، إذا نعتبر أن الدخول المدرسي 2021-2022 راح يكون عادي. العودة ميمونة للجميع من أساتذة، إداريين، موظفين، عمال والتلاميذ والأولياء، نقول لهم إن شاء الله أولادكم راكم في راهم في أيادي أمينة. حضرنا التحضيرات بدأت من شهر جوان، يعني العملية لتحضير الدخول المدرسي بدأت من شهر جوان. قمنا بكل العمليات الإدارية على مستوى مديرية التربية من حركة، تعيينات، إدماج، للتكفل بخريجي مدارس العليا. قمنا بالإدماج 748 موظف جديد. فيما يخص عدد التلاميذ لهذه السنة يفوق 160,000 تلميذ. عدد الموظفين بقطاع التربية بعنابة يفوق 16,000 موظف، كلهم الآن في مناصبهم، يعني كل مؤسسة تربوية فيها مدير، كل مؤسسة تربوية فيها مقتصد مؤطرة بكل التأطير البيداغوجي التربوي والإداري. قمنا بتوزيع الحصة المنحة الخاصة اللي هي 5,000 دينار لكل المستفيدين منها. بقي بعض الحصص هي في إطار التنقية، لأن عندنا 10 مؤسسات منشآت جديدة، 5 مجمعات مدرسية، عندنا 3 ثانويات ومتوسطتين تم إنشاؤهم. وهذه المؤسسة التي نحن بها اللي هي مجمع مدرسي، هي مدرسة بوغنتاس، يعني كانت مفاجأة جميلة لكل الحي، لأنها في الأصل ما كانتش رايحة تستلم هذه السنة، إلا درناها في وقت قياسي وبالإتبال تحت إشراف سيد ولي الولاية، يعني هو الأول اللي إلى بوستي لبور كو سا سو تيرمين دون ان تون ريكور. والحمد لله هاكم تشوفوا راهي جوهره ومفخره لينا ولسكان الحي، وقضينا على الدوامين في المؤسسات المجاوره.